الجزيرة. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أولا عايز أعرف تعليق الجهاز الفني اليوم بعد مباراة الودية أمام البلاستيك وفوز الأهلي على البلاستيك بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وجهة نظر مارتن لاسارتي والاستفادة اللي ممكن الجهاز الفني طلع بيها بعد مباراة الأمس. خليني اقول لك، خلاص بعد انتهاء العرس الافريقي اللي كان اللي شرف العالم، اللي كان كل وكالات الانباء العالميه وكل العالم كان بيتكلم على تنظيم مصر على البطوله والاروع والاجمل في ارضنا المحروسه، خليني اقول لك بقى دقت ساعه العمل خلاص. بدايه الدوري العام، تكمله الدوري، يمكن النادي الاهلي هيستقل مشواره باول مباراه مع مقاولين العرب يوم الاربعاء، اللي نتمنى باذن الله يكون الفوز من حليفه على مقاولين وعلى الزمالك عشان يتوج باللقب المحبوب ليه بطوله الدوري العام. يمكن مستر لاسارتي امبارح عمل يمكن مباراه وديه مع فريق بلاستيك اللي انتهت بفوز الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء. يمكن مستر لاسارتي النهارده اجتمع مع اللاعبين حوالي 5 دقائق في الملعب، يمكن كان ليه بعض الملاحظات على مواجهه امبارح، بعض الملاحظات على بعض من لاعبي النادي الاهلي عن مواجهه امبارح، وحذر من خطوره فريق مقاولين العرب وقال لازم نستثمر المعسكر الناجح في اسبانيا ونستثمر وديه امبارح وننفذ طريقه اللعب علشان يقدر يفوز على المقاولين ويقدر يفوز على الزمالك. كان المحاضره زي ما قلت لك ابتدت حوالي 5 دقائق يتكلم فيها، ويمكن في بعض الاحيان كان بيتكلم فيها بعنف مع اللاعبين ان خلاص مفيش وقت، خلاص الايام بتجري، وراجل قرر ان يكون النهارده والاحد والاثنين تمرين الساعه 6 مساء ويوم الثلاثاء هيكون التمرين صباحا، وهيكون على طول السفر الى الاسكندريه او البرج العرب المبيد ليله المباراه. يمكن خليني اقول لك ان اللاعبين اللي يمكن معظم اللي شارك امبارح في مباراه البلاستيك النهارده بيعملوا تمارين الاستشفاء خفيفه علشان ما بقاش في حمل زياده عليهم، باقي اللاعبين بيعملوا اعلامي اطالات في الملعب. يمكن على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان واخد الاربع حراس الشناوي ولطفي ومصطفى شوير واحمد طارق بيعمل لهم تمرين قويه. يمكن مستر لاسارتي يمكن بقاله حوالي ثلث ساعه مجتمع مع كابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان في جزء من الملعب، يمكن اجتماع طويل جدا. على الجانب الاخر كان في جلسه مع احمد الشيخ مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. خليني اقول لك الاجواء هنا اهوت، وتعليمات مستر لاسارتي كلها بتوحي ان الراجل خلاص بدا بقى يقولون خش في الاجواء المحليه، ركزوا في مباراه المقاولين العرب لاني مش طالب غير الفوز، وباذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي الفتره المقبله. زميلي محمد اتفضل. طيب اولا دلوقتي التمرين شغال قدامك يا شريف، يعني بدا التمرين ازاي؟ كانت انت قلت في البدايه كانت في محاضره، لكن بعد كده في بقى مرحله استشفاء للاعيبه اللي شاركت في مباراه الوديه بالامس امام البلاستيك، وفي لاعبين اخرين عندك دلوقتي في ملعب التتش. ما يدور امامك دلوقتي عشان الصوره تبقى واصله لكل المشاهدين؟ ما يدور ان معظم اللاعبين اللي شاركت امبارح عن النهارده تمرين استشفاء بيبقى تمرين خفيف في الجيم، وبعد كده الاستشفاء الاول سل. باقي اللاعبين شايف قدامي في اطالات في الملعب لي جيلاردو، احمد فتحي، وليد سليمان، عمار، احمد الشيخ، يا محمد شريف، في لعيبه كتيره، مروان، باسم، بيعملوا اطالات في الملعب امامي تمرينات. وبعد كده بعد هذه التمرينات او الاطالات ديت هيكون في تقسيمه بالكوره، لان مستر لاسارتي عودنا فتره الاعداد، محمد هاني شايفه امام عيني، مستر لاسارتي عودنا فتره الاعداد اللي بيشتغل بالكوره كتير، ما بيشتغلش تمرين بدنيه من غير كوره كتير، فهو مستر لاسارتي بيمتاز او من مدرسه الناس اللي بتحب تدخل تمرين الكوره كتير في فتره الاعداد. خليني اقول لك ان امامي الان بعض الاطالات، وبعد هذه الاطالات هيكون في تقسيمه ما بين التقسيمه طبعا صغيره، هيتم تقسيم الفريق اللي قدامك الى قسمين، يعني مجموعه ومجموعه، الف وب بالظبط كده. طيب اليو ديانج اللاعب المالي، اليو ديانج يا شريف برضو طبعا هو اجتاز امبارح الكشف الطبي وكان موجود امبارح في التدريبات، والنهارده بالتاكيد موجود دلوقتي في ملعب التتش، هل دخل في التدريبات الجماعيه ولا مران بدني خاص ليه لتجهيزه للمرحله القادمه؟ اتعمل له برنامج خاص النهارده الصبح بالفعل، كان بيأدي هذه التمرينات وفتره مسائيه تمرينات في الجيم، يعني هو لسه طبعا ما انضمش للتمرينات الجماعيه، ولكن هو معمول له برنامج لمده 4 5 ايام عشان يخلصوا الحاله البدنيه اللي واقف عليها. يمكن الصبح كان عامل تمرينه والنهارده عنده تمرينه في الجيم، لسه الى الان ما انضمش طبعا للمجموعه، لان المجموعه وصلت برضو لمرحله من الانسجام البدني والانسجام الفني، فما ينفعش يخش عليهم الا بعد ما يبقى هو بنفس مستوى او مستوى يقارب المجموعه علشان خاطر ما يصابش من التمرين بعد دلوقتي خلاص بيبدا يرفع الحمل البدني، فما ينفعش هو يخش عليهم دلوقتي عشان خاطر ما يصابش،
بعد 3-4 ايام ما يشوفوا قياساته تناسب هذه المجموعه اللي وصلت لمرحله خلاص اخر فتره الاعداد وصل ليها هيبدا يخش معاهم على طول. لو لقوا محتاجين اللي هو محتاج ان هو لسه عنده مساحه وقت كمان يا شريف، لان كمان طبعا صفقه جديده مش هتلعب مباراتين اخر مباراتين في الدوري ده، صفقه جديده لسه هتتايد بعد ما فتح باب القيد يوم 28/7، فعنده مساحه وقت يبدا يجهز بدنيا. زي ما قلت كمان اتعمل له تمرين صباحي، فتدريبات اوديانج اللاعب المالي اللي انضم لصفوف الاهلي برنامجه هيبقى مختلف عن الفريق الاول في التوقيت ده عشان يقدر يوصل للحمل البدني زي اللعيبه اللي موجودين ضمن صفوف الفريق. مظبوط، والنادي الاهلي ومستر لاسارتي وجهازه الفني طبعا بيمتازوا بهذه يعني المدرب احمد كان بيمتاز بهذه القصه، فمش هيخش خالص تمرين الا لما يبقى يعني مقارب جدا لمستوى لعيبه النادي الاهلي عشان باذن الله ما يكونش فيه اصابات. ولسه معانا وقت فعلا، احنا لسه قدامنا مباراه المقاولين مباراه الزمالك وبعد كده هو هيبقى لسه معانا فتره راحه لحد بدايه مباراه الكاس وبدايه الدوري الجديد باذن الله اللي مش عارفين لسه هيتلعب امتى. طيب في اي حاجه جديده تحب تختم بيها كلامك يا شريف؟ بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي ان النادي الاهلي هيظهر باذن الله بشكل مختلف. النادي الاهلي مركز جدا، يمكن قدامي زي ما قلت لك بدا الراجل يعمل تقسيمه، بدا الراجل يوقف اللعيبه وبدا يتكلم معاهم، سايب حاجه للظروف، الراجل بيتكلم بكل كبيره بيتكلم بكل صغيره، الراجل عاوز يحسب بطوله الدوري لصالحه باذن الله. باذن الله دعواتنا ودعوات كل الاهلاويه ان شاء الله الاهلي يفوز على المقاولين ويفوز على الزمالك ويتوج بطوله الدوري بطوله محبوبه ليه باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لزميلي العزيز شريف شعبان، كان حاضر في ملعب مختار التتش وبالتاكيد بيتابع تدريبات الفريق الاول خلال الفتره القادمه استعدادا لاخر مواجهتين واخر جولتين في مسابقه دوري الموسم الماضي امام المقاولين وامام نادي الزمالك.